قوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أن يستغفروا، الاستغفار هو طلب المغفرة، فلا يجوز أن تطلب المغفرة من الله عز وجل لهؤلاء الكفار. والتنصيص على الاستغفار لا يخرج ما سواه مما هو من حيث الإطلاق يدخل في معنى الاستغفار، وذلك في الترحم عليهم، فسواء دعي لهم بالمغفرة أو بالرحمة فإن هذا من المنهي عنه. والتنصيص على الاستغفار يخرج بعض الأشياء، مثل الدعاء لهم بالهداية. الدعاء لهم بالهداية هذا جائز، فيجوز أن يدعى لهم بأن يهديهم الله عز وجل، ولا محذور في هذا، ولأن الدعاء لهم بالهداية من قبيل دعوتهم بلسان الحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام بوسائل متعددة في الدعوة إلى الله عز وجل. من أجل ماذا؟ من أجل أن يهتدي هؤلاء. ففعله عليه الصلاة والسلام يسعى فيه إلى أن يدخل هؤلاء في هداية الله.